الضغط على حامل الكرة ودفعه إلى ارتكاب الخطأ. كرة رواندية. وضربة مرمى فعلا مفيش خطأ. وشجاعة وإمكانية كبيرة للسعيد بالكلام طيلة المباراة. لاعب ينشط في البطولة المحلية يقدم مستوى راقي في كل المباريات التي أجراها مع المنتخب الوطني. ومنذ وقت صار هذا اللاعب واحد من اللاعبين الأساسيين في صفوف المنتخب الوطني وهو يستحق المكانة. بينما في وضعية تسلل على جبور الوقت الأصلي للمباراة انقضى. ثواني أخيرة وينتهي الوقت الأصلي للمباراة طبعا في انتظار الوقت البديل. مهدي مصطفى ومخالفة يقول الحكم فعلا فيه خطأ. متابعة جيدة للحكم في هذه الكرة التي تستحق بطاقة صفراء على الأقل. مهدي مصطفى كان سدد الكرة لكن اللاعب الرواندي واصل تدخله وبالتالي ارتكب الخطأ على مهدي مصطفى. المهم في هذه المباراة هو الفوز والنقاط الثلاث، هو الفوز الثاني على التوالي خارج الديار للمنتخب الوطني في تصفيات مونديال البرازيل 2014. طويلة أمامية قدير ما يتمكنش من هذه الكرة ضيع منه. دائما الكرة المنتخب الرواندي وفي خطأ. يقول الحكم مخالفة بعد هذا التدخل من عدلان قديورة الذي يتلقى بطاقة صفراء. عن تخوف من هذه اللقطة ومن هذه الكرة. وتدخل الدفاع عن طريق مهدي مصطفى. جبور يجري كثيرا بالكرة وبدون كرة. التركيز في هذه الدقائق بالكلام ثم مدحي. طايدر يستفيد من مخالفة، فعلا مخالفة يستفيد منها المنتخب الوطني تسمح للفريق بربح ثواني ثمينة. طويلة هذه الكرة جبور لكن إلى الركنية إن خرجت هذه الكرة. إلى التماس، إلى التماس لصالح المنتخب الوطني. ومهدي مصطفى هو من يتولى تنفيذ هذه الكرة. ونهاية المباراة. مبروك للجزائر بهذا الفوز الثمين والمهم على حساب منتخب رواندا بهدف دون مقابل. نذكر هو من امضاء وتوقيع سفير تايدر مع بداية المرحلة الثانية المهمة. اذا ناجحة واكتملت بنسبة 100% 6 نقاط من مباراتين خارج الديار. الطريق الى البرازيل صار قريب جدا، لكن شريطة ان يكون او ان تكون النخبة الوطنية حاضرة بقوة في مباراة مالي وبعدها في الدور التصفوي او الدور الحاسم الاخير. نتمنى التوفيق طبعا للمنتخب الوطني في القادم من المباريات. شكرا للجميع على حسن المتابعه والاصغاء والوفاء. تقبلوا بعثة